إجراء جديد من البنك المركزي، 70 جنيه زيادة في جرام الذهب واتفاقية كبرى مع إيطاليا. أهلا بكم في حصاد الاثنين الإخباري. بانكير، نبض البنوك. والبداية من البنك المركزي الذي يعتزم طرح أذن خزانة بقيمة 130 مليار جنيه يوم الأحد 28 من يناير والاثنين 29 من يناير 2024. ووفقا للموقع الإلكتروني للبنك المركزي، تبلغ إجمالي قيمة العطاء الأول 70 مليار جنيه من خلال طرحين. يبلغ قيمة الطرح الأول 35 مليار جنيه لأجل 182 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 35 مليار جنيه لأجل 364 يوما، بينما تبلغ قيمة العطاء لليوم الثاني 60 مليار جنيه من خلال طرحين. الأول بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 91 يوما، وبلغت قيمة الثاني 20 مليار جنيه لأجل 273 يوما. وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذن الخزانة على أجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها. وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير عند 19.25% و20.25%. ومن البنك المركزي نذهب لأسعار الذهب التي ارتفعت بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الاثنين، على الرغم من تراجع الأوقية بالبورصة العالمية بعد تلاشي التوقعات بخفض الفدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في اجتماع مارس المقبل. وقال سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 70 جنيه خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات السبت الماضي ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3630 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بنحو 5 دولارات لتسجل مستوى 2024 دولار. وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4149 جنيه، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3112 جنيه، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2420 جنيه، وسجل جنيه الذهب نحو 29040 جنيه. وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنسبة 8.5% وبقيمة 280 جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع يوم الاثنين الماضي عند مستوى 3280 جنيه، ولامس مستوى 3700 جنيه، واختتم التعاملات مساء أمس السبت عند مستوى 3560 جنيه. في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 1% وبنحو 20 دولار خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2049 دولار واختتمت التعاملات عند مستوى 2029 دولار. ونذهب لوزارة النقل، حيث شهد الفريق كامل الوزير وزير النقل مراسم توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم خاصتين بتسيير خط الرورو بين مصر وإيطاليا. وتأتي الاتفاقية بين حكومتي مصر وإيطاليا بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة وشبه المقطورة باستخدام خدمات الدحرجة الرورو. وتم توقيع مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للسلامة على الطرق والنقل البري التابعة لوزارة البنية التحتية والنقل في الجمهورية الإيطالية وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لنقل البضائع عبر مركبات الطرق المقطورة. وآخر الخبر من المجلس التصدير للحصلات الزراعية، التي أكد رئيسها عبد الحميد الدمرداش أن الفريق كامل الوزير وزير النقل هو من تحمس لفكرة إنشاء خط ملاحي بين مصر وأوروبا لتسهيل نقل الحصلات الزراعية سريعة التلف، معلقا بأن الفريق كامل الوزير تحمس إلى الفكرة لحبه الكبير في تشجيع الزراعة. كما أكد رئيس المجلس التصدير للحصلات الزراعية أن مصر تصدر نحو 5.5 مليون سنويا من الحصلات الزراعية من الخضروات والفواكه إلى نحو 90 دولة حول العالم بإجمالي 3.5 مليار دولار سنويا.
وأوضح رئيس المجلس التصدير للحصلات الزراعية أن الاتحاد الأوروبي يعتبر من الكتل الهامة التي تستقبل الصادرات المصرية، لافتا بأن مصر تصدر للاتحاد الأوروبي بحوالي 900 مليون دولار بإجمالي بضائع 1,300,000 طن سنويا. طه الحصاد، كانت معكم هالة البشيتي من بنكير، شكرا لكم. بنكير، نبض البنوك.